راشد الفقي فاوندر بيكوك بزنس سولوشنز. بنتشرف حقيقي يعني بمشاركتنا في مؤتمر النهارده. التنظيم هايل بصراحه من سي او بي، وبنشكر بلوم اكاديمي على حسن الاستضافه وتواجدنا هنا. حاولنا على قد ما نقدر نكافر الميديا الخاصه بالايفنت، وده كان الجزء اللي بيقدمه بيكوك بزنس سولوشنز في الايفنت ده، وقدمنا شويه اوفرز بنامل ان هي تفيد الدكاتره، من ضمنها ان احنا قدمنا 50% اوف على اي سيرفيس ليها علاقه بالميديا برودكشن، سواء تصوير محاضرات او تصوير برومو. قدمنا كمان 2 فري سيتس في تريننج بي تو بي للكلينكس او للشركات فور 2 دايز، وقدمنا كمان 2 اورز كونسلتيشن ماركتنج كونسلتيشن، بدل $75 بير اور لا هيبقى 2 اورز فري في الماركتنج كونسلتيشن. نتمنى يعني تكون السيرفيسز دي بتخدم الدكاتره في الايفنت، وشكرا جدا على حسن الاستضافه، وبنشكر كل المنظمين. شكرا.